اي والله سيدي حبيب الله المكاشف الكباس. الطريقه بالختام الطريقه العركيه تتبع مين سيدي الادريسي محمد؟ سيدي عبد الباقي المكاشف من الاكابر اهل الشيخ. اي والله رضوان الله عليه اللي منهم حبيب الله. والطريقه العركيه شو اسمها العركيه تتبع الطريقه العركيه تتبع منهم سيدي العركي ازرق طيبه قادريه دول. ايوه ما هم شايخ سيدي عبد الباقي المكاشف شيخه ازرق طيبه. نعم ساكنين وين مولانا؟ الشيخ ازرق طيبه. احنا نتبع اثارهم لان ناس يعني مجاهدين في سبيل الله وصادقين. الوالد سيد وساشق سيد احمد رباعي زناب شيخ الطريق رفع السبك كله يقول الصوفيه ليست حزب سياسي ولا وكاله تجاريه. طريق الى الله. ناس يعني ازرق طيب من زيته العركي. هو كل انسان له دليل سيد له دليل الله يوديه على نص الطيبين يعني من عيلة العركيين دعوه سيدي. وفي بالسنغال النياس وسيدي لو وسيدي الدرامي وسيدي المريد في الطريقه المريديه منتشره في السنغال من سيد محمد الوالد. بس يقول الحين شنو ترتيب بالنسبه للنجاح يكون قليل ينجح في الصوت. انت تقول في واحد نجح هو الشريف معين يقال انه نجح معه موسى بن معوض موسى بن المحارس. كان كم عدد مريدينه؟ اثنين كانوا كثيرين. نعم ليش؟ كم عبد الجواد هاي فيه العدد الكريم الانصاري. نعم وطلعت من قبل اقول جد الشيخ رحمه جد الشيخ ابراهيم البندري. نعم. 13 واحد سلكم سيدي الشريف اسماعيل. نعم. كانوا من اكابر الاولياء. ايه هذول بس انا اعرف الشيخ موسى بن معوض رضي الله عنه تلميذ النجيب سيدي موسى بن معوض. نعم. موسى بن المحارس وهذا وفي ناس تتزود على رأي الإدريسي.